أنا قضيت 50 يوم في ماينكرافت هاردكور وده اللي حصل. فيديو النهاردة أنا قررت أن أنا أقعد 50 يوم في عالم ماينكرافت هاردكور وأحاول أعيش لأكبر فترة ممكن. الفيديو بجد كان جامد قوي وخد وقت طويل جدا عشان يصور، يمكن أطول من اللازم. قبل ما نبدأ الفيديو، لو عجبك محتوى ما تنساش تشترك وتفعل الجرس وبرد تكتب لكم أنت حلو عشان أشوفك. طيب، الريسبون بتاعي في اليوم صفر كان غريب بطريقة مش طبيعية. ما كانش فيه اي شجرة توحد ربنا في اي حتة في المكان، فاضطريت ان انا انزل وافضل مكمل امشي. قررت ان انا اكسر الديد بوشز عشان اخد منهم ستيكس، عشان في حال لو انا لقيت شجرة في يوم الايام يعني بعمل منها خشب. لقيت طبعا شجر كان كتير فاخدته معايا، وكمان قدرت اتمشى في الصحراء لوقت طويل جدا لحد ما لقيت روينز. الروينز هي بورتل كده بيبقى فيها لوت وبرضه بتبقى بورتل مكسره، ولقيت على شمالها شجره لاول مره من زمان ملقتش. كسرت الخشب، عملت لي ادوات خشبيه، وبعد كده رحت على الروينز. قتلت شويه اسماك وانا ماشي في طريقي عشان الاقي حاجه اكلها. لقيت كهف وانا في طريقي للروينز، لقيت فيه ايرون ولقيت فيه حاجات كويسه، فقلت لي لا ما طورش الادوات بتاعتي الستون، فطورتها على السريع اخرجت على طول من الكهف. وصلت للروينز ولقيت فيها شيست فيه حاجات كويسه قوي، واهم حاجه منهم كلهم اللي انا لقيت جولدن ابل. بس الغريب في الروينز ان دي بورتل كامله، يعني لو دي ما فيش كراين اوبسيديان في الموضوع، هو في 3 اوبسيديان واقدر اشغل البورتل. طبعا كان معايا فلنت اند ستيل جوه الشيست، فاللي هو ده سيت تعتبر خرافيه لاي سبيد رانر. سبتها وكملت، ورحت جبت شويه ايرون من الكهف اللي كان جنبها، وجبت شويه فحم كمان، وبعد كده كملت في طريقي بسافر في الظلام، لان ما كانش ينفع افضل قاعد في مكان كله وحوش، يعني الارض هتكون احسن. فضلت ماشي كتير جدا في الصحراء على امل ان انا الاقي اي مكان اقدر اعيش فيه، لو اقدر ابني بيس فيه او اي حاجه. ما لقيتش اي حاجه، فقررت ان انا اخدها بقى اسبحها. فضلت اسبح لوقت طويل جدا جدا عشان برضو الاقي اي جزيره، بس ما لقيتش اي جزيره خالص. بس اللي انا لقيته هو معبد ميه، فانا خدت الاحداثيات بتاعته وكملت في طريقي تاني. معبد الميه انا لقيته على طول اول ما نزلت في البحر، فده اللي هو ده شيء كويس جدا. فضلت مكمل سباحه وفضلت اسبح تقريبا اليوم صفر كله لحد ما لقيت معبد ميه تاني، يعني اللي كان لسه في معبد ميه من شويه في معبد تاني جنبه. كملت اليوم سباحه بدور على اي جزيره لحد ما لقيت جزيره وعليها شجرة واحدة بس. طبعا الدولفين كان اللي ورايا ده مساعدني جدا، مديني سوبر باورز كاني سوبرمان. لقيت برضو معبد مية جنب الجزيرة كده، يبقى انا لقيت توتال اوف تلات معابد مية. لقيت جزيرة، ورا الجزيرة دي فيها شبراك، فروحت الشبراك جبت كل اللي فيه، لوته طلع لي تريجر ماب بس بعيدة جدا ما رحتلهاش. كسرت الخشب ده وخدته معايا وكملته في طريقي. كان الهدف بتاعي وانا بسافر بالبوت اللي انا الاقي منطقة اقدر اعيش فيها. بعد شوية اكتر لقيت قرية، لوت كل اللي فيها طبعا وخدت كل الحاجات اللي عندهم وسبتهم يجوعوا، وبعد كده كملت في طريقي كأن شيئا لم يحدث. وانا في طريقي لقيت قرية تانية، فعملت برضو اللي بيجي في بالكو، برضو لوت ابوها كلها وسبتهم ومشيت. وبدي الطريقة بقى معايا بريد يكفيني الوقت طويل جدا. لقيت معبد صحراء، نزلت في طريقي خدته. اللوت كان فيه وحش جدا، مش حلو قوي خالص. ما لقيتش غير جولدن ابل، وده الشيء الحلو الوحيد الموجود. اما الباقي فاللي هو ايه، مش كويس. في بداية اليوم الاول لقيت المنطقة اللي انا عايش فيها اخيرا، وهي منطقة جميلة جدا، وفي نفس الوقت كان فيها مكان احط فيه الشجر كان. بدأت اخد المنطقة لنفسي واحط فيها شستاتي واظبط ادواتي، وبعد كده نزلت رحلة كهفية. قعدت في الكهف ما بين اليوم واحد كله والتاني كله برضو في الكهف، بجيب شوية الموارد اللي انا هحتاجها عشان اكمل في السلسلة. لقيت اول دايموند ليا بعد مرور حوالي ساعة وانا في الكهف، وكانت الصراحة لحظة حلوة قوي. رجعت من الكهف ورجعت فوق في اليوم الثاني تقريبا ومعايا 40 دايموند، وده معناه ان انا مستعد
اخلص اول اوبجكتيف واللي هي اللي انا اجيب فول ارمر دايموند. قضيت اليوم من 5 لـ 6 كنت بحاول انا اجمع موارد عشان ابني لي حاجه اعيش فيها. وفي اليوم السادس سطبت داتا باك عشان تظهر لي الايام تحت، وبدات اشتغل على المكان اللي انا هقعد فيه. هو زي كهف صغير وقعدت اظبطه شويتين لحد ما حطيت فيه حاجاتي كلها. اليوم الثامن فضلت اشتغل على مزرعه خرفان، فضلت شغال عليها لحد اليوم التاسع فضلت شغال على المزرعه. في اليوم العاشر قررت ان انا انزل كيفن، ودي كانت اسوأ قرار اخدته من ساعه ما فتحت السلسله، لان بسبب القرار ده انا كنت هموت. قررت ان انا ادخل في المدخل ده اللي فيه ميه، بس للاسف الكهف اللي انا دخلت له كله ميه ومفيش مخرج منه، فبالتالي انا هبدا اتدمش. حاولت ان انا اغطي على نفسي بحيث ان الميه تنشف او تجف من مكان، بس ده ما حصلش. كنت هموت، فاضطريت ان انا استعمل الاثنين جولدن ابل بتوعي وبدات احاول الاقي مخرج. بدات افزع وخلاص، لو حاسس نفسي هموت والسلسله كلها هتبوظ، لحد ما لقيت المجمع وانقذت نفسي على نص قلب. في اللحظه دي انا كنت حرفيا قمت من على الكرسي، كنت واقف عمال اصرخ واللي هو مش عايز اتحرك ابدا، ما اتحركت ممكن اموت، المجمع برضو بتدمجني. ففضلت واقف شويتين، خدت شويه هواء، وبعد كده بدات ان انا افكر ازاي اخرج من هنا. جات لي الفكره ان انا احفر لتحت، بحيث لما احفر لتحت الميه هتنشف من فوق، فده اللي انا عملته بالظبط، وكده الميه نشفت وانا انقذت نفسي. وهنا انا كنت عمال استشهد واخد رقعتين شكر. اليوم ال 11 رحت للقرية اللي انا لقيتها جنبي، وحاولت ان انا احبس فيلجر فيها علشان اخليه يبيع لي مندنج، ودي الاوبجكتيف التانية عندنا. وانا ببحث في القرية لقيت روينز، ولقيت فيها برضو لوت حلو جدا. بدأت اقعد استنى مع الفيلجر عشان يطلع لي مندنج، وفي اليوم ال 13 طلع لي مندنج اخيرا. دي بالنسبه لي كانت لحظه حلوه قوي، لان انا بقالي يومين بحاول معاه. دلوقتي في اليوم ال 14 كنت مستعد ان انا اعمل انشانت تيبل وابدا اعمل انشانتنج للدروع والادوات بتاعتي. وبكده تكون الاوبجكتيف الثانيه عندنا خلصت. في اليوم ال 16 كنت مستعد اروح النذر، الا ان انا لقيت شويه متعدين على المنطقه فعلمتهم الادب كويس. وبعد كده كملت طريقي ورحت للنذر. اول ما طلعت من النذر كنت خايف جدا ان انا اترسبن في حته فيها لافا، بس الحمد لله كان الريسبون بتاعي كان مكان حلو، فبدات ان انا اجمع كوارتز عشان الاكس بي واعرف اطور. وصلت ليفل 30 وبدات ان انا اطور الاكس، وجاب لي تطويرات حلوه قوي جدا للاكس، كل اللي محتاجه حرفيا. في يوم 17 رحت للقريه بالباد اومن عشان ابدا الريد واخد شويه توتم اوف اندينز. الموضوع ما كانش زي اللي في مخي ابدا انه هيبقى سهل او لا، الموضوع كان صعب خصوصا مع الباشا ده. الباشا ده اخد من وقت كتير جدا عشان يموت، بس الريد ذات نفسه كان ريد ضخم. لو انا متصور، انا ما كنتش بفكر وانا بريد وانا داخل كده ان انا فرد كور، فالريد هيبقى اصعب من كده بكتير. فاحنا دلوقتي في يوم 18 وانا لسه في الريد، والاتنين دول بيجروا ورايا، ومن كتر قوتهم الشيلد مش قادر يصد. وصلنا ليوم 19 وانا لسه برضو بحارب في الريد، وصلت لاكتر مكان انا كنت مرعوب فيه، المكان ده. كان في بالي ان انا ممكن اعمل مع المتخلف ده حركه اللي احنا بنعملها مع ايرون جولم، بس تقريبا هو عنده ريتش. عرفت اقتله في الميه، وبعد كده عرفت اقتل صاحبه اللي كان واثق من نفسه قوي وهو قاعد عليه. يوم 20 رجعت للقريه تاني وبدات احاول انا احارب الريد تاني، ودي كان اللحظه اللي انا كنت بقول فيها لنفسي انا متخلف انا متخلف انا متخلف. نص قلب
وبيجروا ورايا وضربتهم الواحدة بتنزل 3 قلوب. بس مع مرور الوقت قدرت لنا انهي على القائد بتاعهم وكسبت الريد اخيرا. دي بالنسبة لي كانت يعني كنت حاسس نفسي خلاص، كنت حاسس نفسي دريم. رجعت اطمن على الفيلجر بتاع المينينج ولقيته زي الفل، فرجعت تاني على البيت، بس حصاني تقريبا كان عنده جليتش في مخه. وبعد كده كملت في يوم 24 عشان اجمع الموارد لبيتي وابدا اخطط له. من يوم 24 ليوم 25 انا كنت لسه ببني في البيت. البيت اخذ معايا وقت طويل جدا عشان يخلص، بس يستاهل، يستاهل كل الوقت اللي انا قعدته فيه، لانه فعلا هيبقى بعد كده حاجة بتساعدني دايما في السلسلة. وصلت ليوم 29 وكنت لسه برضو بشتغل على البيت. في يوم 30 كنت خلاص بقفل الروف بتاع البيت، وده بالنسبة لي كان اللي هو خلاص انا كنت بجيب اخري. يوم 31 كنت بعمل مدخنة بتاعت البيت، وكده يبقى البيت خلص تقريبا، لسه فضل المنطقة الداخلية للبيت، ودي هي اللي اخدت وقت طويل جدا. بقى يوم 31 رجعت تاني للنزر عشان اجيب شوية اكس بي واطور الشافل بتاع الافيشنسي 4 on breaking 3، وكمان طورت اسمه ده البيكاكس بتاعي الافيشنسي 2. بس يوم 32 قضيته كله لنا قاعدة اجمع موارد واحاول لنا اظبط الديزاين الداخلي للبيت. من 32 من يوم 32 يوم 42 انا كنت بحاول اظبط في البيت. البيت اخذ معي وقت طويل جدا جدا. في بداية يوم 42 قلت ليه لا ما اخدش بندق ونروح على مغامرة كده بسيطة. طبعا ما لقيتش حاجة، فرجعت تاني وبدأت اشتغل على مزرعة محاصيل عشان اقدر اتاجر مع الفيليجرز واجيب اميرالد واشتري بيه ميندنج بعد كده. خلصت المزرعة في حلول يوم 43، وبعد كده بدأت اشتغل على المنطقة كلها في يوم 44. عملت الطريق وعملت كل حاجة انا اقدر اعملها، وباخر يوم 44 انا كنت مخلص المنطقة بالطريق بكله. احنا في اوائل يوم 45 وقررت ان انا ارجع النزر تاني عشان اجيب شوية اكس بي واحاول ان اطور بيكاكس، وفعلا طورت احسن بيكاكس ممكن اجيبه في اللعبة، مش في اللعبة يعني، احسن بيكاكس ممكن اجيبه خلاص مش مهم. يوم 46 قلت لازم اروح فيليجرز شوية بالبيبرز اللي معايا، فروحت عملت كده وجبت شوية امرات حلوين. يوم 47 بدأت انا اشتغل على ديزاين للبورتل وخلصته في يوم 48. الفيديو ده فعلا اخذ مني وقت طويل جدا في التصوير والمونتاج وكل حاجة، بس بجد كان يستاهل كل حاجة فعلا. يعني في اخر فترة كنت بتدعموني دعم حلو، فبشكر جدا كل دعمكم، وده ريبلاي بسيط عن كل اللي احنا عملناه في الخمسين يوم دي في ماينكرافت. ولو عجبكم الفيديو قولولي تاني عشان اكتر منه. وبكده نكون احنا وصلنا لليوم الخمسين وعملنا التحدي.